هذا التصديق بيوم الدين جعلهم من عذاب ربهم مشفقون. الشفقة هنا والإشفاق حالة نفسية وجدانية، رقة قلب تجعل القلب رقيقا ليس فيه قسوة. وفسرها القرآن قال إن عذاب ربهم غير مأمون. لا أحد له أمان. لديك صك؟ لديك صك يقول لك بأنك ستدخل الجنة؟ ولا أحد. هكذا هو المؤمن، لا ينظر بعجب إلى نفسه. لو فعل كل ما فعل، لو ملأ الدنيا علما وتعليما وصدقة وأفعال بر وخير وتكلم عنه الناس، ظنه بنفسه سيء، لا يظن بنفسه خيرا، يظن كل الخير بربه ولا يظن بنفسه إلا السوء. ليس لماذا يظن بنفسه السوء؟ تأديب، زجر، حتى يقمع العجب فيها. وتأتيك الآن بعض الدورات شغلات الثقة بالنفس، فيقول لك أنت حتى تزداد ثقة بنفسك كرر 20 مرة 100 مرة أنا ممتاز، أنا طيب، أنا خلوق، وستصبح حتى تزداد الثقة بنفسك. ما هذا الهراء؟ تدبروا في القرآن كيف يربي ويعلم بالعمل. ولا بد أن تأتي على النفس فتهذبها وتؤدبها، ليس من باب جلد الذات، لأن القرآن لا يريد أن يصنع عقد، هو يحل العقد النفسية. القرآن لا يريد أن يربي أناسا لديهم عقد نفسية معقدين يقومون بجلد ذواتهم، لا، ولكن يريد أن يربي نفوسا يقظة تقع في حالة الإشفاق والخوف. إشفاق والخوف دائما يجعلك في حذر.